عايز اخد رايك في نقطه، لان انا ضدها بصراحه. بس المفروض الاعلامي ما يقولش رايه، بس انا هقول رايي. انا ضد دي، كل شويه يجي يتقال مثلا لو جيل قديم يتكلم عن الجيل اللي بعدين، لا احنا كنا جيل تاني. بس انا مبسوطه ان حضرتك بتتكلم، لا بجد يعني بتشكر كمان بزياده في هذا الجيل وبتديه حقه. في البعض بيقول لك دايما لا احنا جيلنا كان احسن. انا احترمت ده في حضرتك جدا، وفكره ان انا اقلل من اجيال ان هي يعني نسيت حاجه. انا اسف اقاطعك، نسيت حاجه. اتفضل يا فندم. جيل الكابتن ابو تريكه، كابتن وائل جمعه، صخره بركات، كل الجيل ده، عمل انجازات عظيمه جدا جدا جدا. يعني اسم النادي الاهلي كبير في القاره الافريقيه. كل اجيال بتيجي زي ما النادي الاهلي بيضيف لهم، هم بيضيفوا للنادي الاهلي ارقام. صحيح. بس النادي الاهلي اي حد زي ما قلت لحضرتك، اللي بيعدي من جنب النادي بياخد بطوله. اللي بيعدي ما بالك اللي بيقعد. فكرني نعدي بعد الحلقه. ايوه لان المنظومه والناس بتشتغل. اللي بيخش النادي الاهلي الناشئ الصغير البراعم، قبل ما بيشرب ميه بيشرب بطوله. قول لحضرتك على حاجة كابتن سدي. معلش يعني انا عندي اصدقاء ليا بجد يعني من بيشجعوا نوادي مختلفة، يعني عايزين ولادهم يلعبوا في الاهلي، في ناشئين الاهلي. يعني شوف، هو بينتمي لنادي اخر، ولكن لما ابنه عايزه يلعب كورة بيدخله ناشئين الاهلي. وحد يقول لي ان كلامي غلط؟ معلش بقى، انا مش عايز. انا من الاخر يعني على الهوا، يعني على الهوا. احنا بنقول وقائع يا احنا على الهوا. اقسم لك بالله النادي الاهلي فيه جاذبية. انا طلب مني واحد وعده في نادي الزمالك عايز يجيب ابنه عندنا النادي الاهلي، بغض النظر عن الاسم. قلت له وديه قطاع الناشئين يعمل تيست، ولو كويس هياخدوه. قال لي يا كابتن انا ده احنا قاعدين بنبقى يعني مش عايز اقول لك، بنشوف البطولات راحه النادي الاهلي وراحه كده وجايه كده واحنا بنتفرج. فالناس دي بياخدوا البطولات دي ازاي؟ قلت له في منظومه، في اداره على مدار السنين، في شغل احترافي، وكل واحد بياخد حقه. وانت تشتغل وتجتهد وتدي كل حاجه مكانها الصح، صح، وربنا عمره ما يضيع جهدك على الفاضي.